اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطيات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية في محيط اللجان الانتخابية ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020.